ناموس أسرار. لا ما في أسرار، ليش أسرار؟ لا 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 بعد في كذا خطوة، خطوة بس أولى ثانية قلتي خلاص. علمية ودعمية علمية. لو ما ظننا كيف وقوفي كان يمكن نتعدل. هذه أمور خاصة يعني ما قلنا نتدخل فيها. ليش 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 عاد ليش سمير داود؟ ليش ليش بسأله بس ليش؟ إذا هو بيتكلم يعني هو ترى مو ملزوم. شوف تفهم كل شيء بس في السبرنج بدل. قال حق حليف السبرنج نعد عنها. هي اللي خلتها تخسر. إيه نعم هذا الشيء كنت أنا حاضر فيه وفعلًا سمعت كلام. اليوم الحظ من ذكر فيها هذا كله من شربنا الكوفي مالك وحنا رايح الريو. قلت لك هذا في الأول والأخير راي مدرب ومالك. شفت الشاطئ يا بيه. It's a new year. She should be more nice. I can't be nice, Neil. سنة عدت. سنة عشناها بفرحها. ما صدق. ما أقدر أصدق. سنة عشناها بحزنها. Come on, Jamal. سنة ممكن كانت صعبة. كانت صعبة. هو للأمانة صحيح أنا. أخطاء تجاوزناها. لا صح الكلام أنا جاي أعترف بالخطأ. أحلام حققناها. عندي أمل واجد. تخطيط فشلنا فيه. أنت ليش يعني هني بالبحرين كله خطر؟ طموح مات فينا. ما يصير أنا أقول لك شيء خصني أنا. زعلنا وتراضينا بس. عنده مشكلة. خاف أقولها هم يطنزوا علي. المهم إحنا في سنة غير الحين. ومن العام يستاهل. طموحنا. آمالنا بعد غير. إن شاء الله يبيض الوجه. نفرح بداية النيو يير يكون. في النهاية لازم نحلم أكبر وعشان نحقق حلمنا نجتهد أكثر. أنا شخصيا ما رشح. أنت ما تعرف الخيل أصلا، إيش عرفك في الخيل؟ Comex kid mid division to box to box a couple of lengths further back to one. شنو هاي؟ ما صدق ممكن أصدق أي شيء الذي اللي صار ما بصدقه. Heading down towards the final three. وبعضهم يدمون في الفارس عدنان جعفر بس أنا يعني أشوفه. سامح هاشم قال هذه شغلك على. قلبك. والله العظيم جامر روحك تبى تجامل روحك. ليش اجامل روحي سيد؟ سجل هالمقابلة عندك وتذكرني. لا خلاص انا بعتزل الامور السياسية. يعني. قول عاد. Raven Brett and they're off. Racing over the round course 1200 meters. Krushan splits the line. اليوم مفروض يكون يوم كروشان.
وكروشان مرشح الأول 1793 للديلمي، بس أنا أروح مع مصنان 1811 عبد الله كويتي، هو أفضل يعني حاليا صار أفضل. الكسرة مشت معاه الحين، أتوقع أنه ما بيخسر يعني بطب في البلايك. هو منطقيا مفروض نقول أنه مفروض ما يخسر، بما أنه الاثنين اللي المفروض اليوم احنا نشوف أداءهم واو، هو سبق وفاز عليهم، واليوم مع جيروم بعد. جيروم زين بعد، بس جيروم لا يتأخر، إذا ما تأخر لأن كروشان يظهر من البداية، إبراهيم نادر يعرف إلى كروشان. إن شاء الله يعني ما يتأخر، إذا ما تأخر مصنان راح يحسم الشوط لصالحه. The flight cap to the inner and also on the premises Al Hamdani, and in a moment they'll be on top of the. يوم أي واحد يعني، فإن الشوط مفتوح. ثلاثة خيول آخر مرة فيهم فايزين في نفس المسافة يعني last time out يعني، وهذا الخيل اللي موجود قبل فازوا على كروشان المرة إن شاء الله. أيوة هي النقطة، إن اثنيناتهم قبل فازوا على كروشان. أنا عارف إن كروشان هاي مسافته حلو، لما فاز في 1400 يعني أعطانا المؤشر إنه أوكي كروشان قاعد يتطور، في مؤشر تطور قدرنا نقيسه فيه. بس اليوم يعني خصوصا ان ابراهيم اختار كروشان، هو اكيد وشوف ابراهيم يشغل، هو كروشان هو اللي مرنا وعلى اخر غلبه يعني غالب عليه ايزي، فاتوقع انه اكيد يعني ما اختار الا يشوفه افضل. بعدها يعني يعطينا مؤشر اكبر لان كروشان اليوم ممكن يكون افضل، بس لو زلت يعني بعد أطالع صقلاوي ومصنان. Being chased by Al Shawab in around fifth position. White cap, white sleeves, red jacket. Al Jelim. باتريك كوزغريف. يعني خلينا نقول يوسف بعدين يبغى يفوز بأي طريقة. صحيح. ولكن ساعات أنا أشوف من قديم مو من الحين. ساعات الجوكية المحترفين ولا إذا يركبون على العربيات. شوية ما يخدمهم، لأن العربيات مو مثل المستورد أو الإنتاج المحلي، فما أعتقد أنا راح يغير شيء. هو أكيد يعني كان خيار، ما كان فيه يعني الجوكية أغلبهم كان كلهم راكبين، فاضطريت أن أستعين فيه، وإن شاء الله أنه يعني أنا سألته قلت له يعني أن أنت شلون عندك ركبت من قبل خيل عربية، قال عنده ركب في شارجة وركب في أبو ظبي، يعني عندك إكسبيرينس في الخيل العربية، وإن شاء الله أنه يدي سباق وياه. أتمنى حق المدرب يوسف يحقق نتيجة الأول بعد مو بثاني، بس أنا يعني أنا من نظرتي إلى الجياد أحطه في المركز الثالث. Behind these, Musanan 1811 followed by Al Jelabi M833 and Al. ما تبي نفكر في الحمداني؟ حمداني يوسف طاهر. انا قلت لك يعني احنا في البدايه يعني احنا اوكي احنا نشوف هاي تكلمنا عن دليل، بس الحمداني ما انباع دعم، بس الحمداني فاز على المبتدئات هذيل اللي ما عندهم خبره يعني، ولكن هو مع العلم انه هو عنده خبره يعني هو رايح مع فيرست كلاس، لكن ما احطه يعني في درجه الكروشان ولا مصنان. انا انطر ادخله في ذي الشوط لانه ما في اشواط حق رابع وميدن ولا في ميدن. اوكي عرفتي الميدن يروحون أربع سنوات خمس سنوات البرنامج لو بتروحين عليه بتكون ثالثة رابعة سبعة أشواط، رابعة ميدل ما في إلا أول موسم بس، واللي دل عليك وتين حق ثانية وثالثة ورابعة ثلاثة أشواط أول موسم. الحين أنا عندي ثانية وثالثة ورابعة، يوسف عنين عنده تقريبا ثلاثة، وين تركضهم تنطر تحطهم في جميع الدرجات. أنت ويوسف أبو عنين عندكم نفس المشكلة. إيه لأن تنطر اللي سوى البرنامج ما قاعد يانا ينادونكم. ما حد نادانا، لا ما حد نادانا. موضوع البرنامج مو بوقت الحين كثر ما نقول من الحين. بين كروشان وبين مصنان، لكن الكفة راح تكون لمصنان، إذا ما تأخر جيروم راح يحسمها جيروم، مصنان راح يظهر الأول. And it's Musanan 1781 over on the far side trying to hold on to the advantage from Kruushan, and then Al Hamdani on the extreme outside. Musanan 1811, Al Zaklawi is still in there pitching, quite a few chances inside the final 200 metres, and over on the far side Musanan 1781 from Kruushan over the top. Musanan 1811 going close home. Musanan 1781 from Kruushan. Musanan 1781 holds on.
ما عندي تحليل الحين اصلا عندي. انا قاعده توني اشوف اللي اقول هاي حسن مصنان حسن الصفار اللي فاز مصنان جيروم وين انت حلل لي لا المفروض انت ما اعرف احلل سمح لي طلعنا ليد المفروض حتى انت ما اعطيتنا وجه بعد اي ادله إيه؟ ولا فاز عبد الله قال ابوك ولا حصان شلون انا هاي اللي كان مرشح ليش مرشح هاي الحصان كان مرشح لنا الناس ما قلت ليش كان في مشكله عالجوا الحصان ضربوه ابر في الظهر بعد ما تعالج الحصان اتغير 180 درجة أنا كنت حاس اليوم راح يركض زين بس بصراحة ما توقعت يفوز ولكن الحمد لله فاز ومثل ما قلت لك يعني الحصان كانت عنده مشكلة من قبل لو انصادت هذه المشكلة من قبل كان هو فاز أكثر من ريس شوف احنا ما علي احنا في فرق انه بيركض زين في فرق اليوم غلب ستارت و فينيش أول مرة يطلع قدام فأتوقع إنه يعني مشى قدام وما تنازل يعني يمكن يبي الحصان كذي عبد الله قال إنه يفوز بس احنا عملنا على اداء انا من ساعه ما قلت ليش انه بيفوز الصنان انا لانه مو مضمون في القصه الصجيه من حسن الصفار يمكن هو عنده نسخه اخرى من القصه لا والله كلش ما توقعت قلت انا ده الحصان بس بيروح بيس ميكر ما اعتقد انه كان يقدر على ده الخيل بس لا اثنين فورا كنت محتفظ فيه اشوفه يجاوب وياي الحصان ف مشيت فرق الوزن انا اشوف ان حصاني ركض زين وايد زين ركض مصنان اللي غلب الشوط لما سابق اخر شوط بنشوف ان في صار جاب بين الشوط والشوط اللي سابق الحين صح كروشان صحيح مركز الثاني طيب ليش مصنان ما حل في المركز الاول او الثاني وعند جيروم هاي السؤال سمعت انه كان جيروم يعني راكبه بوزن مو بنفس الوزن اللي المفروض يركب عليه ما قدر يسوي 58 59 ونص 59 ونص ويخلص ثالث قريب جاي يفنش وايد زين انا قبل الشوط كنت ارشح ده الحصان هالاسبوع كنت اشغل الحصانين كروشا ومصنان فلما راحوا يوم الخميس امس وديته بريز الحصان فلما كملت كنت اقول انه ليش ما ركبت مصنان كنت متحسر بس كان عندي ثقة في حصان كروشان بس خايف من المسافة بس كنت متحسر صج؟ ايه ما اعرف انا شفت صراحة الشوط واللي ما توقعت انه يكون يمكن يعني بينهم الحمداني لو في شواط رابع وميدان اقول شيء غلط انت لو بتدشين حق الكتيب شوف انت الاشواط زين شوفي هذا يعني على اساس تعرفين ان احنا عمره كم 6 سنوات شوفي عنده كم وين ثلاثة وين وينين هذه نفس حصان عشوا قاعدين يوم وراء بعض لأنهم مظلومين استقلاوي 1807 لو راكض معه في نفس المسافة تشوفون ند أفضل لأنه ما في أشواط رابع وميد ما في يعني هل اللي تنطر أنت لازم تركض حصانك بهذه الأشواط زين أنت قول لي الظرف شنو ما ظرف طارق شيء يخص المدرب ولا يخصك أنت يا هدى رايك؟ الهروب من الإجابة. لا مو هروب. قل لي الظرف شنو؟ لا لا لا. أنت حقيقي. ما علي بعد مو من حق سالم. لا لا مو نقول حق. مو من حق سالم. أنا عارف. هو للأمانة صحيح أنا كنت راح أركب كان عندي خيارين بهالشوط ما بين صقلاوي وبين حمداني يعني أمانة فضلت أركب الحمداني بحكم إني فايز عليه آخر سباق. وكلمني يوسف وقال لي خلاص لو اذا هو بيتكلم ويتحمل المسؤوليه يعني هو ترى مو ملزوم انا راكبه ترى على فكره لا مو ملزوم لا هدى انت تبين مشكله لا مشكله لا انا من اليوم ما بركبه بعد يلا لا 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 بعد انت تتكلمين باسلوب مو صح هدى لا 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 اسالك انه ليش يعني شنو هو الظرف فقط عشان الفكره تكون واضحه كان النيه امانه ان ابو عزوز مشارك 3 روس بالسباق فسحب واحد من الخيل قبل الانتري الاخير اي واحد سحب من والله ماني بعرف ماني ما اتذكر زين انه كانوا 3 وصاروا 2 وهو اوريدي يعني انه عنده انس السيابي كانوا 3 وصاروا 2 لا وهو مشارك اليوم بس ويا الحمداني اليوم بعد سكريش واحد ثاني اليوم بعد في حصان ثاني سكريش كان عليه يعني اقصد بس العربيات اوكي اي العربيات فقرر انه يركب انس اي نعم وبعدين يعني تفاجئنا انه مو راكب الحمداني مع ان انا كلمته سالم وقال لي انا راكب الحمداني
ولكن خيره كانت. ما علي سالم عنده كلام يكلمني. لا 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 سالم استاء. ليش استاء؟ انا احب اروح اجوكي رومبا اقول له تعال ليش لا لا بس لا تهاوش وياه. انت تقول لا ما تهاوش وياه. لا 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 تهاوش لا ما تهاوش وياه. انا عندي لا انا ما تهاوش بالعكس احترامي له وبالعكس انا سالم الناس لا عزه الا عزه وليس انا هاوشه. بس انت تدشين في موضوع تقول اصري لازم اعرف الظرف مو باختصاصك. عدل عدل ايوه مو اختصاصنا يعني بس يعني نبي نعرف الظرف. زامه مع انس السيابي فعطى الحصان. بس شفت الحمدان اليوم مشى بطريقه غير الطريقه اللي انت مشيت فيها. يمكن لو مشى قدام نفس اخر مره يمكن يركض افضل. بس يعني الصقلاوي هاي غريب يعني انه مو في المراكز الاربعه الاولى. لا تقولي مو غريب. لا تقولي مو غريب. صحيح ما صف ما ادري ليش ما ادري ليش. غريب لا غريب جدا في المؤخرة يعني ما أعرف والله يعني ما أدى من فارس لو ما أدى من حصان نفسه في مشكلة. حصان ما أدى يعني أشوفه ما أدى يعني السباقات اللي دي ما أعرف الحين أشوف الجوكي يعني شو يقول. بس في هذه المسافة المفروض كان الصقلاوي أفضل من كروشان. كروشان أفضل منه في 1004 ولكن الصقلاوي هو أفضل في 1200 ولكن يمكن بعد نقول الجوكي ما أجاد ركوبة احتمال يعني. هالشوط نقول عهد تكرر فوز على ديسمبر. أكيد أكيد عهد فرس متطورة يعني ما أتوقع أن ديسمبر تقدر تفوز عليها. وأكون بين إنه يعني ستيفان قاعد مرتاح ونيل قاعد يحاول إنه يعني يمشي وياه. يعني إذا بتلاحظ نيل الحين قاعد يحرك وستيفان بعده ما حرك فأتوقع راح تفوز بكل سهولة الفرس. يعني شوف للحين ولكن شوف آه. بس بعد بيفوز عليه المفروض. إذا خسرت عهد سوء ركوب ستيفان. خسرت الثقة الزايدة هي اللي خلتها تخسر. الثقة الزايدة شطارة نيل أكثر من ستيفان هاي اللي فرق. أكيد 100% ما نقول إن ديسمبر تطور عن آخر سباقة. ديسمبر أكيد تطور ولكن ما تقدر تحكم لأن عهد ما حصل الركوب الصح. يمكن هذا يكون سبب ويمكن بسبب اللي صار في آخر 400 متر. طبعاً صار فيها تحقيق بالنسبة للجنة المعتمدين. ورأت اللجنة طبعاً قررت عبارة تحذير بس مجرد للفارس نالكلم. ليش؟ لأنه بدأ الحصان عبارة يتجه للريل عبارة. ستيفان طبعاً الاثنين طبعاً سمعنا الأقوال من الطرفين. فبالنسبة لستيفان يعني إنه قال الحصان ماله يعني سحبه سوى تشيك إن شوية بس ما في ذاك التأثير. بالنسبة لي لأن الحصان ذاك عبارة طاف بسرعة. I don't think he do it in purpose. He take me on all the way. What is he do his job? Yes. My Felicia need a breeze and obviously she's much better with a bend. Yes. In the stretch she's not. She's not that good. She get a penalty for the winner last time. If you watch first time out, I finish second. He finish third. He give me 2 kg. Today we are level weight, so I'm not worried about Ad. I know when she will run with a Ben will be a different story. يعني نقول ديسمبر اليوم استفاد من الأخطاء ولا ديسمبر تطور؟ أتوقع إن ديسمبر يمكن كان أحسن من هذا. هي تحتاج يمكن مسافة. لا أنا قلت لك قبل الشوط قلت لك اليوم ديسمبر ببين. حصان عنده مستوى وجحبه وإن هم عارفون إن حصان يمكن في التمارين كان يأدي ويا ميعاد. إنزين ميعاد ما قلت لي مساعة وين عبالك نسيت السؤال. مو جاهز. شنو مو بجاهز؟ شنو تمر بمشاكل. ولو شنو كانت المشكلة في ميعاد في النهاية ديسمبر فاز. ديسمبر فاز في ديسمبر. إحنا خايفين إنه يوصل جانواري وما يفوز. بس 3 شلون اعاده
شو رسري؟ لك مرة رسري الأزرق أكون راكب ذاكر شنو أكون على بلنكر هني هاي مال ذاك الرئيس اي صح أكل كوفي تراك مالتنا مع حد ها شوف كانوا جرابوا نفس فرق الوزن يعني المفروض اليوم يصير نفس الشيء شوط بيحكم فيه المضمار أكيد بس نفس الوقت قاعد أقول نو ريكم باير هل بيكرر فوزه أو لا اليوم الشوط بيكون شوي مختلف عن الشوط اللي راح بس لأن الخيل الأجنبية اليوم تأقلمت يعني أخذت سباق الجو تغير بعد يعني أنا آخر سباق اليوم أتوقع أنه بتكون منافسة أقوى وبس أتوقع المفاجأة اليوم من مين المفاجأة؟ والله كذا حصان الخيل الأجنبية موجود فيها اللي هو الحصان جورج بيكر واتشيا أعطانا مؤشرات أن الحصان يعني كمقارنة أفضل من قتته هو كبرفورمس الحصان أفضل منه بس نفس ما قلت لك 3 years old شوي we didn't squeeze him that much لأن الحصان جاي من close castration he's acting like a 2 years old still فالحصان up to his toe إن شاء الله أتمنى الحصان يعني يكون في المقدمة اليوم سمعت وايد عن بحرين برايد اليوم شو سمعت؟ سمعت إنه يقولون في مجال إنه يفوز فرصته عودة في الشوط بس يعني أنا شوي حسيت إن الكلام يمكن يكون مبالغ فيه ويمكن لا يعني الله أعلم بحرين برايد شوي كان حصان متراجع اليوم يحتاج إنه يكون في الفورم 100% إنه يقدم مستوى اليوم في السباق آخر سباق يعني كان كلش مو بزين إيش ما كان زين وصل أخير إيه الأخير كان طلع ودعم سوى دريفت في الستارت والحصان ما سابق يعني فجهوزية وإنه ما سابق من زمان فترة طويلة والخيل الثاني كانوا مسابقين فترة يعني وإن شاء الله إن شاء الله يعني حتى تينار أحس يعني يمكن يعني أحطه في نفس وضع بحرين برايد ما نعرف شنو ممكن يقدم تينار لحد الآن ما فاز أكيد أيه. كلامه صدق يعني بس إنه إحنا نشوف من سباق لسباق كان تينار يصير أفضل بس طبعا هالخيل قوية يعني اليوم تينار قدم بما فيه هذه وياي عقب راحة سنة يعني لما نشوف نوماديك أحس صعب يعني نذكر وياهم دارك شادو وتينار مو بحق هاي الشوط دارك شادو وتينار قلت خير ايه؟ ورد سن ايه؟ وراكضين من قبل مقدمين ايه؟ أحسن خيلي نوماديك أمباير بس أنا أقول يجيد الخمس أحسن من من الستة هذه في تصوري اليوم الله يسلمك المرشحة بتكون أوشن ستار صدق بترشح أوشن ستار؟ لا بعد حق ينقال الشيء القوي تقول قوي أوشن ستار من أفضل الأفرس الموجودة 1200 ديجيتال Last time he runs a good race he finished third This time over 6-4 long Yeah So what do you think about this trip for him? Well we'll find out today He was he's a lot fitter today He's fresh, well, happy so And he was running on quite well at the end there last time so We'll see. Digital حصان زين بس أظن بعد 5 فرلنج بس أظن instinctive move ocean star. Instinctive move. Instinctive move هو الورقة الوحيدة اللي عند العاديات على الورق حصان جديد يمكن هو يكون ورقة بس إنه مو واضحة للناس. أي حصان بينتقل على بول هنيجن يتوقع إن هذا الحصان الأفضل في الاسطبل بس. يحتاج التأقلم يعني متأقلم الحصان على المضمار ما يعني أتوقع بيقدم مستوى طيب بس في الشوط اليوم غامض من نواحي عدة يعني سبرنت بدي ماكش تقريبا 10 مرات كل يوم يطلع له شو جامب ويل ان شاء الله هي ترى سيد مو اسهل منهم كلهم ترى يعني المفروض هي افضل فرس في الشوط اليوم ارشحها انا بعد ارشح الفرس بس ما ادري ظروف الريس شنو للحين ماشيه زين ايزي طالع في الفينش ان شاء الله اليوم كل عيون على خيل العاديات ارشحها بيور دريمر بيور دريمر ايه شفتي ريساته ايه يعني بس على اللي قدمه ايه با
برا. بعد لك نظر. ايه انا لا انا ارشح الاثنين. بعد يمكن يصير. انت ليش تحس بيور دريمر لا؟ مو بان لا احس لا. شفت رئيساته في الخارج بس هني يقدم ما يقدم ما اعرف. يمكن يصير واو يمكن ما يصير واو. By Bahrain Pride, the leader from fighter pilot Tina Watcher is next. They are being. في هالشوط. العاديات والمحمدية هم يمتلكون أكبر عدد خير في الشوط. و فرس الفرس كنت راجعة. راجعة. غريبة يعني مو عادتها. مو عادتها كلش. إن شاء الله بترتب شيء سيئ. لا. لا متراجعة واجد. لا لا يعني. ليث بس ليث يعني اذا انا باي اقارن في فايتر بايلوت قبل اشوف السباق مستحيل بقول ليث افضل من فايتر بايلوت الا فايتر بايلوت السباق الاخير اللي روانش اياه كان شوي يعني فايتر بايلوت ما ادري ما ادري دارك شادو كان هنري كاتون يغلب على مجيد لا لو دارك شادو دارك شادو يعني انا اتوقع الفرس 62 ويا هالخيل دارك شادو inside the final 200 meters and the lead on the near side is dark shadow it's dark shadow from watcher in second place dark shadow watching him dark shadow fighter pilot Tina going towards the finish it is dark shadow مو مفاجاه انا الصراحه ما توقعتها مفاجاه لان جايبين له هيكتور جايبين له هيكتور خصيصا الى دارك شادو ما تدري وكان يعني لو الحصان هو الأفضل سيد كان نيل كانن أخذه مو الأفضل مو بس الأفضل أنت تحط في بالك إن أسامة كان كل سباق كان يصرح بفوز وبفوز 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 حصان عنده مستوى بس نفع الوزن أشواط الهندكاب كذي شنو هاي ما صد ممكن أصدق أي شيء الذي اللي صار مو ما صدق لا والله تصدق شلون اصدق شلون العام انغلبنا بخشن لا عاد يعني دارك شادو هالموسم الصراحه متراجع مو متراجع يعني قلنا خلاص هاي الحصان ما منه امل وتبدل مني وتغير الجوكي مني وتشيل من هني والله لو جيتين لو جيتين سويتين ياي لقاء لو سويتين ياي لقاء ما بعطيش غايه اكيد لان إيه لان الريسين اللي ركضهم ما كان يعطيني لا بس الصراحه يعني الفضل بعد طبعا الله ثم الشيخ سلطان شنو سوى شلون يعني تجارك وضع جارك شادو شلون انقذ من الهلاك اللي كان فيه شنو سويت فيه شنو السر اسامه قال هذه شغلك على جارك شادو شغلي انا اسامه يقول يعني ساعدنا حتى في المنتنس الى الحصان يعني الحصان كان يحتاج الى بعض الاشياء بسيطه وقال هو يحتاج كذي كذي قلنا لا تشوف الشيخ يعني ما قصر انا اقول ليش يعني الفضل الى الله ثم اليه الى شيخ سلطان بس ابي اعرف منك انت شفت شنو كانت مشكلتك الحقيقيه اللي انحلت اليوم ما في مشكله الجهوزيه اسالي المدرب قال السر عندك انت اللي سويت لا ما سويت ما سوى شيء انت سويت كل شيء ما سويت شيء ليش تضحكي سبلمت هكتر يعني ساعدنا في اشياء واجد هكتر عارف الحصان سيد ما جابوا اليه اللي هو يعني عندهم ثقه في الجوكي you know, I have to give thanks to Sheikh Sultan for bringing me over and you know well done to Osama for getting the horse in such good form and Yeah, it was nice when a plan comes together. Before the race, I think everybody they said maybe Nomadic Empire, which is ridden by Nil because he's the first jockey at the end of the day. But Dark Shadow, it's I'm not saying a surprise, but he did such a good race. Yeah, you know, he didn't run quite up to form last time, but on his form earlier in the year, you know, he was entitled to nearly win. So, you know, it's just a case of they got him back to top form and. You know, it's nice to see him back winning. شنو رشح؟ رشحت عشان ستار ما ركضت اليوم. وين تعال وين ملك اسبرت وين راحت؟ وراك ليش؟ بس قلبنا احنا عليها. استاهل ملك الاسبرنت. انطك في وينك الجراير؟ يا واك بس فرسي ما قدمت اليوم. كلش. شنو تتوقع السبب؟ ما ادري والله. سبب. انا يعني قبل السباق لاخر تمرين كان يوم الاربعاء فرس سوبر احسن من الاول صايره. بس اليوم ما ادري.
ما ادري يعني وش نعطيها عذر؟ لان الوزن غالبه بالوزن الوزن خيل اقل من هالمستوى سيد وبوابه وسوت جوم صح يعني انا من شفت الدرو قلت اذا خسرت ثاني اذا خسرت بس اليوم على ركضتها كذي ما ادري بس دارك شادو اليوم مفاجاه قبل السباق ما حد رشح هي مفاجاه السيد دارك شادو انت ايش فيك انت ما لان قلت لك انا انت ريال خوش سؤال انت ريال خوش ريال عمري الماروني خوش ريال انت وتفهم كل شيء بس في السبرنت ما تفهم قال حق بخليفه السبرنت وتنعد عنها بقول لك لا تقول لي قبل السباق بتقول لي انه هاي دارك شادو ترشح دارك شادو احصاني شو ما رشحه يعني مجامله ما بترشحه في الصق في الصق ما بترشحه السؤال في الصق بترشحه اوكي حصان كل من يتمنى للفوز لحصانه فايده الحين خلص الشوط كان يت قبل الشوط وما سامعك الحين خلص what you did exactly to get this result today the horse likes a strong pace and obviously a big field like today helps guarantee that he's been running in smaller fields and they haven't gone as quick so you know a real solid pace and it really helps him you know come into the race في خيل قوى لكن ما بتنعز عنه في خيل قوى هذه حصان العاليات الجديد اي وين ما صار صف بعد كله منك من اول ما صارت اللسته وانت تردح عليه ما حد عطبه الا انت ما صاف حط هذا ما عليه ما صاف انت تبى تشيل انظار عليك انه يا زعما انا اللي اخسر الخيل ما صاف الحصان yeah unfortunately yeah but you know sometimes you see horses do that with a first run over here you know so there's plenty of time to get him to come out again do you think still he's not there acclimatized with the race course here or the ground? It's hard to say, but I think I've rode lots of horses over the years where they ran once and you can kind of put a line through it and you can go again, so hopefully that's the case. رشحته ذيك المرة بعد انا ما رشحته الصراحة، ما ادري والله انا ما اعرف مستوى. ولين السكتف موف ما صف. هذه الغريب. صراحة هذا الغريب السكتف موف هو هذه المفروض الخاطر. يعني نومدك مباير بين انك في الليفل ماله ثالث موجود. ثابت اي بس عاد الازرق نبي الازرق احنا وين الازرق طار بشوط الرفاع واتشي ركض وايد زين يا ثاني ومن هي الرابع فايتر بايلوت خامس ما ادري ما انتبهت ذا كوفكس كيد اخر مره قلت لي انه ذاك المره ركض يا خيل محك اليوم محك اليوم يا خيل افضل من ذاك المره نعم ببين يعني ذا كوفكس كيد يعني He's the winner. He's the champion اليوم. لا مو الشيخ سلطان مو مقتنع. لا. أنت ليحين لازم يشوف ذي المحك ولين شاف ذي المحك بعد ما بيقتنع يبي محك ثاني. فخل ذا كوفكس كيد على صوت. لا 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 بعد في كذا خطوة. بخطوة بس مقبولة ثانية. بيفوز خلاص. بيفوز في ترف سيريس انت كلته بتقول كلامي بالعكس. ليش بالعكس؟ لأنه خلاص الحين بيفوز في ترف سيريس. هذه هانديكاب. هذه الله يسلمك هانديكاب من 80 ل 100. فمن 80 ل 100 اذا قدم في زين يروح للفئه اللي اقوى منها هذه المحاك اللي هم حق الخيل كلها الموجوده واللي جايه من برا صح بس الحصان طبعا حصان المحمديه حصان الشيخ سلطان ذا كوفكس كيد هو البطل I think he's going for his fifth win in a row and also you've got Marie's Diamond who is the top weight but I'm confident in Mr. Professor running well sure. الكل يقول شنو ذا كوفكس كيد اولي اند ذير اوف فور ذا الدانا كاب 2000 ميترز انت شنو بتقول انا اقول اليوم يرتكم برور بعد له كلمه ويا ان شاء الله الشوط المحمديه الشوط بينهم بس ما اعرف ترى قاعدين يرشحون مستر البروفيسور اللي ماشي ثاني The leaders are being followed by what's the... We didn't run the last international meeting, so this is our first run here. But I think he'll run well. He will run well or he will win. It's different. Yeah, that's a big question. I think he'll run well. I don't think he'll disappoint. Overtaking Paxos with the Kovacs kid, getting a position on the inside running rail. Classical wave, Arctic Emperor are towards the back and the back marker is what a well. ما أعرف ليش الشيخ سلطان ليه مو مقتنع لأنه هو يحتاج محك بس الحصان يركض بدون أي شيء ويقدم المستوى اللي شفناه اليوم مع المحك شنو بيسوي؟ السباق أكو يركضون الخيل بيبين كل شيء. شوف الحصان قاعد مرتاح وين ما تولكم؟
واتا ويلكم برا آخر واحد تقريبا يام ذا كوفيد سكيل. And it's Inigo Jones, the pace set in the hands of Safi Osborne. Mr. Professor not getting any cover. Breath of air. لا ما رشحه. ماشي زين. لا بس ما رشحه breath of air. كلاسيكال ويف قاعد أخير. كلاسيكال ويف. كلاسيكال ويف عنده كلاس ويا هالخيل يعني احتمال يسوي شي الحصان. متى ويلكم كرر آخر سباقة؟ لا أقول أنا امبرور أفضل منه. أرتك امبرور اليوم أفضل منه. أركتك امبرور. والسؤال الحين هل هي الوقت اللي بنقول فيه أمل إنيغو جونز يواصل؟ Be hoping for a bit of improvement and a better run, so yeah. في خيل بعد الحين ركضت يعني راكضة واحدة لها اليوم تشانس. هذه اللي من برا ما يقول يبون يغلبون. What a welcome classical wave and Arctic Emperor is wagging the tail as they turn in. 600 to go. Jakovic could win. اكو بيطلع لا بيغلب بيغلبهم بعد بيغلب اكو في الريل بس يحصل الجاب اكو اكو لا بيحصل الريل بيحصل الريل ليحن خلاص طلع قاعد يطلع الريل. خلاص ما تقول كان مو مسافته لكن زين ليس اليوم ثاني يعني ورا ذا كوفيد سكيت ثاني ورا ذا كوفيد سكيت بعد شنو تبي؟ بس هذه لبي بس بس خلاص ما نبي شيء بعد ايه الحمد لله ساكن لا اعتبره انجاز بالنسبه حق الحصان وفي ترف سريس فهمت؟ في ترف سريس يعني في فيلد الصراحه ما توقعنا ان واتا ويلكم بيرجع يقدر يكون مع هاي النوعية من الخيل في هاي النوعية من السباقات. هذا الله يسلمك تكلمين المدرب، المدرب هو اللي غير الحصان. أسرار المهنة يعني. لازم نعرفها من فوزي. هذا من فوزي. لازم. إيه على مكامله لأبو عبد الله، يعني إذا ترجع حصان يعني من كان عندك عنده مستوى وطلع قدم مستوى متذبذب ورد يرجع، ترد ترجع نفس ما قلنا أحيته من جديد. اكيد يعني هذا الشيء يرجع الفضل لفوزي ناس واتا ويلكم هذه ابداع يعني تعرف واتا ويلكم يعني من ابداعاتكم اللي يعني مفروض ان احنا ما نقدر ننساها واتا ويلكم اليوم صار اتوقع بيكون هو اكثر حصان مجمع نقاط ثاني اي صح مال الترف وبيصير له 10 نقاط اي صح يمكن يفوز في جائزتنا ايه في لا جائزة جائزة اهل الخيل جائزة الترف سيريس بعد صح هذه لا ايه ان شاء الله يستاهل ابو احمد الحين انت قول لي يلا اكو قلت لك اجتاز الاختبار قلت صور 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 ايه اجتاز ذا كوفيس كيد اجتاز الاختبار هاي تشتم هربه ضربه لازم نقنع الشيخ سلطان انه يا الوقت اللي نقول عنه الله على ذا كوفيس كيد اختبار قوي له ونجح بعلامة كاملة وحصان بطل يعني في السباقات القادمة بيكون هو الأفضل في المسافات البعيدة هالحصان ما بيكون له منافس في المسافات البعيدة يعني حتى لو دخلوا زيقات وطوارق أصعب حصان ده في المضمار البحر لا ما شاء الله كوفيكس كيد اليوم قدم سباق ممتاز المستوى اللي قدمه يعني صادته مشاكل في السباق ظروف ما كانت كلها في مصلحته شنو صار؟ صار بوكس إنه صار ترافيك يعني ايه؟ جدام ايه؟ بس يعني خلص نفسه بسرعة وبأريحية أتوقع في لحظة He was traveling well and not climbing over them you know normally when you ask a horse and you kick him in they kind of get going and if there's no room they climb yeah. but you know I looked in the straight and I moved one off the fence to give myself an option And the two horses in front of me didn't split. They normally fan out a little bit. So I just waited for another 50 meters. And then I had a bit of space to the inside and I just moved him a half horse to the inside. And when I squeezed him, like he just come under me like so easy. برغم الفوز السهل لذا كوفيكس كيد إلا أن فوزه كأن فيه اعتراض. من حقه تطوف بس لما تصير كلير ما يصير بعد تضرر الفارس الثاني. بس تضرر ستيفان لجاي. وقف الحصان ماله انت خسرت كم؟ بس انت كستيوارد ون ستيب يعني قصدي ون سترايد
وانتو كستيوارد انتو كستيوارد انتو ناديتون نيل طبعا انتو ناديتونهم لو انت حين قلت لي لان ستيفان هو اللي لا 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 قبل طبعا هو جي بس احنا طبعا متوا ساعته من الفارس من يخلص هو يجي من حقه انه يجي ويتكلم شنو عطيتون نيل طبعا تم تغريمه عباره 50 دينار نيل عرف يتصرف وياه بطريقه ممتازه صراحه يعني يمكن لو واحد ثاني كان راح علينا شوط نقدر نقول اجتاز الاختبار بس نفس الوقت لازم بعد ننتظر. Yeah, he's answered the question. His two early wins were very impressive, but he didn't really beat much. So I suppose up against this opposition, he had to kind of step up and do the same thing. And he's done that and more. So I was really impressed with. واللي بعد فعلاً كان أداءه مبهر هو إنيغو جونز. أول مركز له ما كان ممتاز لحصان و. أول ما اشتروه من عند السير مايكل ستاوت الحصان فترة كان واقف كم ما يقارب ثلاثة شهور. He's obviously come on fitness as well for his run the last day and exactly today he was able to sort of have an easy lead in front and able to use his cruising speed as I said and hopefully over a mile I can be even more confident to sort of let him use his big stride and he can be even more competitive. Yeah, because we are expecting that Maurice Diamond will go in the front. Yeah, he was very sharp away from the gates today and I was able to sort of take that lead and Maurice Diamond the last day obviously made the running but didn't really get home so I think they obviously wanted to take a lead and it was allowed me to have a very easy time in front. Very easy time in front. To be unleashed by Paul Hannigan at the top of the straight. Wathar been asked to pick up. Magira still last with 600 to go and now Bint Al Jazeera's going for... I think after انسحاب سنجار أو حتى قبل انسحابه ممكن كانت الأنظار كلها على باتل أوف تالاس. يعني على الورق هذا الشوط والأشواط شبه مضمونة في سباق اليوم باتل أوف تالاس ما أتوقع إنه في حصان بيقدر يجاري في هاي السباق. إذا كان سيناريو السباق وكل شيء كان على ما يرام راح يغلب إيزي. Al Jazeera's going for home, increases the tempo and still leads by a couple of lengths from Atlal Snake Eyes and now Battle of Talas. Battle of Talas, مفروض يفوز. كوجه Battle of Talas. With the outside coming there with a big run for Paul Hannigan just carrying his head to one side. Battle of Talas عنده الكيس يقدر يدخل عليها. لا يقدر يدخل عليها لأنه ودخل وردي بس شوف الهواء أتوقع وايد قوي صح؟ From Bint Al Jazeera in second, Magira is back in third. صح لا؟ And then comes the weakening Atlal and eventually inside the last 100 meters Battle of Talas is on top. Battle of Talas will win again. Second place Bint Al Jazeera. منطقي. سوى زين الفرس مبروك ناموس حق باتل اوف تالاس قبل الشوط كان صراحه يعني شفت محسوم الشوط حق باتل اوف تالاس باتل اوف تالاس this time looks like he's more mature better than last run yeah better and it was a quick run so he had to mature quickly but I'm pleased the way he is maturing his the mind's coming good he's still got a tendency just to be, you know, still a baby, but he's going to improve again off that run. Battle of Talas بين إن حصان لا راح يكون لامع راح يكون في كلاس أقوى من هالكلاس. بس هاي السبب اللي خلانا بنت الجزيرة اليوم تفاجئنا يعني يعتبر لها فرس صغيرة تغلبت على الخبرة مغيرة. ترى بنت الجزيرة يعني تحلم سرارة هولي رومان إمبرور يعني من بديجري قوي فمفروض إنها تقدم ترى السباقات اللي فاتت يعني ما قدمت في السباق اللي فات. فالمفروض انها تقدم افضل اليوم اللي صار انها مشت يعني على البيس القدام وامورها كانت طيبه ما حصلت مضايقه ليش مختفين اليوم شلون معقوله يوم نفس اليوم من اول شوط لاخر شوط ما عندكم الا مشاركه واحده؟ لا ام كي ار لا سمو الشيخ عبد الله. اي ما شنو الاشواط اللي كانت موجوده اليوم؟ تير سيريس. انزين شوطين تير سيريس، شوط عربيات. بعدين. انتاج. انتاج موجودين بقى كل شوط انتاج. لا اللي قبله ما كنت الوحيدة اللي موجودة 34 هي. اللي قبله ما كنت موجودة. ايه 3 years old. ايه ليش؟ ان شاء الله السباق الجاي 3 years old. اعتقد مو جاهزين بيجهزون السباق الجاي. يعني ما شفناهم من بدوا ثلاث سنوات فقط او ما لحد الان ما حد شارك غير عهد وصبر فوزي عبد الله ناس
وعندك اسطبلات الجسمي اللي شاركناه وسمو الشيخ خالد. بس هاي الخيل اللي ما شفناه تغيرت الخيل يعني، هاي ثالث سباق اليوم ثلاث سنوات انتاج محلي، ما شفنا اسطبل المزدهر، ما شفنا اسطبل خالد عبد الرحيم، ما شفنا اسطبلات ثانيه عندهم انتاج يعني غير المحمديه وهذه اللي سلعته. انا متعوده على سمو الشيخ عبد الله في كل اشواط الانتاج يعني عدد يعني نحتار واحنا نختار. لا ان شاء الله اوكي ما استعينا على الفريرز والله. مشاوير يعني مفروض تعتبر ان هي مرشحه في هاي الشوط. 62 عادي 59 مع سالم. مشاوير اخر ريس قالبه المفروض هي بعد تكون زينه في الشوط، شوط مفتوح يعني. Asalar was rather sleepy at the start, lost a few lengths and away smartly was Jabara to the inside. خوافي خوافي وعليها عدنان، يعني المفروض أداها أفضل. وزن شايل فرس شايلة وزن. إنزين ليش ما عطيتونها حين ذاك السبوع شالت وزن عطيتونها أحمد مكي؟ هالسبوع شايلة وزن المفروض يركبها برنتس. وجهة نظر مالك، ما أقدر أتدخلن. مالك لو مدرب. مالك ومدرب. بدلنا بسبب الضغط، الكل من يقول بدل وبدل في الاسطبل وخارج الاسطبل انزين، وبعضهم يدمون في الفارس عدنان جعفر، بس انا يعني اشوفه فارس زين. يعني انت يعني كان تقول لي المفروض مو عدنان عليها. لا انا ما اقدر اتعيمون انا لا لان عليها وزن، عليها وزن اقصد. الجمهور ما اقدر اتدخل، هذه امور خاصه يعني ما اقدر انا اتدخل فيها. The ball is Misha Weir in the two shades of blue. Right at the back after that slow start is Asalar. Going towards the end of the back straight. Bit of pace on for the lead with Jabara on the inside. انزين شنو تتوقع منها خوافي؟ اتمنى انها تصف يعني. ان شاء الله تحرز على مركز متقدم يعني في الاربعه الاوائل ان شاء الله باذن الله. يعني ما تقدر تفوز. انا اشوف عليها وزن صعبه يعني. يعني المفروض كانوا يعطونها فارس متمرن. هو صح كلامك يعني يمكن مفروض الوزن، بس ما شاء الله عليه عدنان ركبها كم عدة ريسات ما خطأ ولا خطأ. They are following, followed by Misha Weir, who's about four deep. KTL to go in the shortest way from Music Dylan Nui. ترشح من في هالشوط؟ والله في خيل زينة مثلا مشاوير، جبارة، لحوق، سبعة ليرة، يعني كلها خيل زينة دلين صراحة. جادلا is racing alongside Wafaya and then a couple of lengths. وأنا صدق يأس من اللحوق مثل ما قلت آخر مرة، بس هالمرة أحس بيأدي أفضل. الحصان صراحة وايد متغير يعني، بس إن غلطة الشاطر بألف هاي اللي صار ويا عبد الله الحواج، حتى هو ندمان يعني، حتى كلمني قال لي إن أنا غلط على الحصان. قلت له يلا هاي سباق يعني، إذا ما تغلط ما تتعلم. فان شاء الله اليوم ان شاء الله اني اليوم بترك لازم نسوي شنو بالضبط؟ شوفي هو الحصان يسحب لازم يسوي كبر، كبر يخليه خامس سادس الخيل، وفي المستقيم يحركه يبتدي ستيب باي ستيب. تتوقع بيكون ورا من خامس سادس يعني؟ ما اقدر اقول لك انه هو يفوز، خصوصا انه في خوافي راكضه شوطين زينه، عندك مشاوير قال باخر شوط، ففي خيل يعني شوي عندها مستوى، بس الشوط يبقى مفتوح يعني اي حصان يقدر يغلب. يعني عن الخاطر بعطي جبارة شوي حقه ان شاء الله. ايه ما يصلح صح؟ اليوم الحظ من تكثير كله من شربنا الكوفي مالك وما راح نريوز. And it's Jabara in front. Kawafi is coming at Jabara there, the front two Lahoug. تتوقع الافضل اليوم خيل الن؟ والله مفتوح الشوط. مفتوح. مفتوح اي واحد للكل. اي حق الكل. بدون استثناء. اي اي من ضمنهم خوافي. اكيد 100%، شوط 35 يعني كلهم تشانس. Okay, he's just in behind them with KTL. The Lyra is on the extreme outside, followed by Wafaya. 200 to go. Kawafi, the leader from Lyra, and between horses is Wafaya. As they head towards the finish, Kawafi, Lyra to the wide outside. Wafaya between runners. It's Kawafi doing enough. Kawafi, the winner. A
قصت علي. انا شوف لا قصت علي. انا يعني كنت ضغط علي على انه مركب عدنان ووزن وما وزن، بس انا كنت مصر، وحتى في تهاوشنا انه الا عدنان. ترى عدنان شوف يركب ركبات على احسن من مثل هذه الركبه، ما خسر ولا غلط ولا غرب، عفوا ما غلط ولا غلطه، والريسات القبليه حتى لو الخيل تخسر يعني. يعني انت اخر مره المفروض تقول لهم انه غلط، قول لهم انه غلط. اسامه اللي قال لك ولا مين؟ ابو خليفه. والله من اللي قال الاساس؟ ابو خليفه جودني ويقول لي انه غلط، قلت له لا ما عليه اليوم براويك يا ابو خليفه. قلت ابو خليفه ما قلت، انت لا تقول لي ما شفت الشنطه اللي بها؟ هلا تحطها على احمر ذبحته. هالكبر ما قاعد تشوف شنطة هالكبر، انا اول مرة اشوف صراحة. من يد الناس بس الوزن اكو قال لك بالوزن، بس انت مو مقتنع من عدنان. الفرس زين يا سيد، ما عليك منه لين يقول شيء كله الفرس على رايه. بعدين بقول في السوالف، في سوالف ابو خليفة انا قلت لهم عدنان ودعموا الفرسان البحرينيين، اكو دعمهم وانا ما اجي الاسطبل. بس ركب عدنان اليوم ها؟ اقول لك عدنان هذا التهديد، لو ما قلب اليوم كان اليوم بتشوف اسعافات رايح وياي، ما يندرى تشيل كم من واحد من النادي، لان اليوم انا نهاية التمثيل. أنا بشوف هالمشاقيب ذلك وين وياهم. إيه نعم، هذا الشيء كنت أنا حاضر فيه، وفعلا سمعت كلام واجد إن كانوا يبون يغيروني، بس أشكر سامي هاشم وهو اللي أصر مع أسامة المدرب، أصروا إني أنا أركب مع ضغوطات ضغطوا عليهم إني أنا ما أركبها، فالحمد لله ركبتها وأثبت ليهم وأثبت للجميع إني أقدر أغلب. أبو فرانكي ما قلت لك، ما بقول الحين. لا أقول، لا بقول لك بعدين، قول الحين، قول عاد. لا حسك ما نقولها. هذه السيد ما يبي يقولها، بس أنا اللي أبي أقوله الله على سمير داود اللي خلانا نشوف وافية في مركز ثاني. توقعت الغلب صراحة، أنا على شغلها توقعت الغلب. شلون الغلب؟ إيه شغلها واجد زين، الفرس قاعد تشتغل واجد زين. إيه بس يعني أنت تتكلم قبل السباق ما حد جايب الأنظار عليها. أنا مساعد المدرب أشتغل يا سمير، وسمير يعني قال لي يروح واغلب اليوم. سمير يعني عنده الثقة انه بيغلب الشوط اليوم. شلون يعني بيغلب؟ الفرس واجد تشتغل زين، الفرس وايد متطورة. لا ما توقعت انا صراحة. عندهم املنا هي اللي تفوز؟ انا قلت فرس فوزي الصراحة. ثالث زين، كان بيبيعني اياها مثل ما باع هذيك اسمها. لا 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 الصراحة ما توقعت. حتى لو متطورة يعني انت اليوم باقي شوي وتغلب. ايه تغلب المفروض، ما ركضت التمرين اللي انا مبي منها. انت يعني صدق فعلا عندك امل؟ عندي امل واجد بعد، وبعيد عن الميكروفون بقول لك ليش. ليش لا ليش ليش عاد ليش سمير داود؟ ليش ليش بساله بس ليش؟ فرس راحت يا حصان زين عندنا ماشي وياه. هالسبب ان انت قلت ما دام مشت يا حصان زين. بس كذي الفرس وايد متطوره، قاعد تشتغل واجد زين، واجد زين قاعد تشتغل، متطوره واجد متطوره. اول ما اخذنا الفرس كانها مسابقه 5 سباقات، بس كانها مي معسوفه. صح يعني ما تعرف التباديل، ما تعرف للعنان، ما تعرف اشتغلنا على يعني يوم اخذتونها شوي لاموكم الناس بصراحه. ها لاموكم الناس بعد اخذتونها. سمير شاطر بس ما عنده خيل، خليه حصل خيل بتشوفون شلون سمير. حاول مره اخرى. لا لا الحين انا معاك، يعني اقول لك لني اسم اللحوق. لا 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 بالعكس، انا ايش قلت لك؟ قلت لك انا لو مو راكض ذاك الاسبوع افضل، يعني بيكون احسن اكيد، لانه ما يربي جسم، ما عنده جسم صراحة. ما توقعت أقول دي الجملة. ليش؟ إن لني اسم اللحوق. لا لا بذكرك بيركض زين بتشوفين. لا تخليني أتحسف إن قلت. لا لا والله بتشوفين، أكو مسجل عندك بيركض زين بتشوفين. اليوم يومك عاد. عادي يا مستر مكان ما يندرى. هذا صح، ويا مستر مكان ما يندرى، يعني حتى ألين كان مدخل باي لاين بس سحبه، لأنه فعلا أتوقع إن مستر مكان كافي. Look, he's in good form. I couldn't be more happier with him at home. I ride him a lot at home, so you know, let's hope he can still be in that kind of form. You know, looking forward to riding him. Chemgan, hello. Hey, اليوم أنا أشوف Chemgan 105 كتصنيف. مستر مكان 105 كتصنيف. صان جاي ريت 101. Okay. وعندنا احنا شمقان متطور يعني في مضمار البحرين، الحين وصل للهانديكاب 105، ببين هانديكاب 105 البحرين لو 101.
شوف ما في، انا شوف انا اختلف ان هالنيكب 105 بحريني و105 ما في غير شيء. المسابق هناك يا سيدي. لا انا اختلف، ما دام انت اعطيته رقم لا تقول لي هي بحريني او هي اجنبي. المفروض شنقن اذا اليوم يقدر يغلب مستر مكان ينعطى الريت، انا يتراولي الريت على قولتهم اوفر من قبل يعني. ايرلي. زين، بعيد عن مستوى الحصان، بعيد عن تصنيف الحصان. الحصان زين، ما عندك له شوط، خلاص وين تودي؟ لازم تشوفه ويا اليوم انه قد الريت لو مو قد، اليوم ببين الحصان كم قال. وعلى الورق مستر مكان. شمقان اذا تطور بيكون خطير في الشوط. هو قاعد يتطور بس يعني غالب سباق من 0 ل 85. هاي المشكله، لا غلب من 0 ل 85 وراح هنديكاب فوق فاضطروا يودونه ويا هالخيل. لكن لو كان 90 95 بتشوفون له شوط اقل من كذي. هاي المشكله، احنا الهنديكاب بيروح بسرعه فوق واشواط ما في، وين تودي خيلك؟ هي مشكله فعلا. انا بعد تكلمت وياه قلت له احنا ما عندنا مشكله في التصنيف، مشكله في البرنامج. لما انت حين وديت حين ودى 105 زين، حين دام يركض هني وين اوديه؟ وين اوديه؟ اسافر دبي حق الكرنفال عشان احصل له اشواط، اما في البحرين على الكالندر تشوف ما في اشواط. واعتقد فعلا اغلب المدربين مستائين من البرنامج. في كل الاحوال الافضل نتابع السباق. And they're racing. Awkward start for Maystar with Shebel Al Jazeera bouncing really well from the starting stalls and up along the. ما تدري يوم مجريات الشوط يمكن الصيف صالح الجلابي. إيه هاي اللي أنا أقول. إيه لين هدوب روحه تموا يا بعض. أنا أقول لك اليوم الجلابي زين بعد. بعد الجلابي زين. خلينا نشوف الريس إن شاء الله سيد وببين. مهمنتو اسمع، مهمنتو مهمته يطلع يشبل الجزيره. لا 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 لا، مهمنتو اليوم رايح سباق ما بس مهمنتو بيطلع يشبل الجزيره قدام. بكره نروح حصان. اي لا اقول لك لا، اي اذا كان الشوط سلو بيروح مهمنتو قدام. بس لو شبل الجزيره بيطلع إذا قدام. صار شبل الجزيره راح بيروح ورا ثاني. انت بتخلي شبل الجزيره بروحه اليوم؟ عاد ما بذبح حصاني الثاني. لا لا شوف، هو السيناريو انا بعطيك السيناريو قبل لا ينطلق. شبل الجزيره بيطلع 3-4 طول، انت بتلحقه؟ لازم بلحقه، ما بخلي. اي بتلحقه كم؟ اي كثر؟ Jazeera with Mr. McCann trying to apply pressure. Chimgan white cap just in behind them, followed by Memento and Maystar. And Maystar بيقعد يمين، مستر مكان والبقيه. يمكن يقعد ثالث رابع. Chimgan انا ما ادري، انا مو متوقع ان Chimgan يقدر على مستر مكان. لا لا ما يقدر. ما يقدر يعني مستر مكان صدق ركض ريس واحد في البحرين بس قدم مستوى بايلان نمبر 2. ريت 101 انجليزي لازم بيوثق. لا لا واثق. قال مستر مكان خليه يطوفونه يصير خير عقب. يعني هو يقول بيغلب 100%. انا بعد اقول يغلب مو بس هو. إن شاء الله نبين الحين في الريس. الحصان قوي. And Maystar is last of all. They're inside the final 800 and they approach the turn with Shebel. بس أنت ما كنت متوقع إن أصلاً شمقان بيكون مايلر وبهالمستوى صح؟ حصان جسبرين. أقول ليش صراحة. حتى شيخ سلطان يعني عن يعني جاي عن شيخ عن قصدي يقول عن حصان سبرنت. بس نشوفه الحين كل ما نبعد له المسافه يركض ازيد يعني افضل قصدي. اي فاجئكم الحصان صح؟ اي نعم. الحمد لله يعني كنا نتمنى حصان مايلر. والماينر افضل عنده فرص يعني واجد. Chimgan 3 Memento 4 Maystar last of the 5 as they turn in 600. مو ذاك السبوع تقول لي Maystar بودي 1004. زين ما في شوط سيد، احنا قلنا لا ما في اشواط، وين اوديه؟ قول لي انت، عطني شوط اوديه هذه قبل هذه. ما يصير، انا مو مدرب. زين انت وانت يعني من الجمهور. انا جمهور يعني. اذا الخيل ما اقول راي. اذا الخيل ما لها اشواط فتضطر توديها اشواط اقوى منها. يعني ما شوف، انا لو ما ركضت ذاك السبوع بعطيك فرصه في هالسباق. اللي انت تشوف اشياء ثانيه. شوف الحصان الحمد لله ما يعني ما تعب من اخر سباق. خيل زينة، خيل كلهم غالبين بس ما يصار ما غلب كله ثاني 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 رابع. شوف الحين شبل الجزيرة على راحته، ما حد مضايقنا. أنا توقعت محمد حسن مضايقة مع إنه قال لي بيطلع يا راس. مستر مكان يعرف ما هدا قريب له.
مستر مكاني كم يقن؟ شوط حلو يعني سيء بيجي هني بصير إثارة. أنا أقول لك إثارة في الشو كم يقن مو شوي. تدري الحين على هالوضعية شبل الجزيرة أملكم أقوى من كم يقن في هالشوط؟ لا إن شاء الله الحين اكو بعد هذا ميستار جاي شبل الجزيرة شبل الجزيرة قلت لك شبل الجزيرة شبل الجزيرة ذا شوف السيناريو المتوقع صار اي سيناريو ان شبل الجزيرة اذا طلع بروحه نعم وما حد ضايقه بيواصل واصل مو عن هذه الله يسلمك شبل الجزيرة اليوم بعد جاي فريش وشم كان بعد ترى ركض زين المرشح مستر مكان لكن خيلنا صراحة زين منهم قدموا يعني احنا الله يسلمك ما ايه اقوى حصان دي مستر مكان صح بس انا اقصد لك ان شبل الجزيره شبل الجزيره حصان هذا هو مستوى ثابت ثابت مستواه يركض يتعب اليوم يركض لا لا اقول له عن شبل الجزيره ركض صراحه ركض إيه بس الفيفرت مستر مكان اي هو الفيفرت مستر مكان ما اخر راس انت تقصدنا خلوه بروحه ما خلوه بروحه راح مرتاح بالضبط مرتاح الله يسلمك والحصان هاي فريش بس مستر مكان اخر راس يعني يمكن اثر عليه مدة ما سابق الحصان أحسب لك وياك ستة أسابيع ما سابق الحصان بس مو مستوى مستر مكان إنه ينافس هالأسماء أنت اليوم لحظة أنت اليوم لحظة. عندك شبل الجزيرة خلنا بكون صريح شبل الجزيرة عندك إياه شبل الجزيرة يحب يكون في الليد ما تروح مع ما عندك حصان تخلي اليوم في الشوط يكون معاه من البداية جوستينو بدل من دخله في ال 1200 دخله هني خليه يمشي قدام وياه ما حلو أنت الحين تقولي بعض الأشياء يعني ما أعرف شنو ظروف الحصان صراحة هل تقدرين تسألين أنا إنه يعرف ظروف الحصان شنو صادف الشو؟ أنت تقول لي أوكي نجي نشوف مستر مكان تدري كم تصنيفه؟ ها؟ واصل البحرين لحظة واصل البحرين 101 راح الرن 105 لا تقول لي شنو غالب حلو نرجع إلى شبل الجزيرة اللي غلب الشو 98 اللي هو الجلاوي 98 حلو نجي الى تشاميغان نجي الى تشاميغان نجي الى تشاميغان 105 105 يستحق 105 كان ما يستحق هل هندي كبر لازم يراجع نفسه اليوم اذا هو 105 المفروض يغلبهم اليوم المفروض اخر شيء ثلاثة يمكن تشنغم اليوم ما ركض الركضه المطلوبه يعني بس الحمد لله واصلها يعني الحصان رايح شغل زين بس القصه مو هني القصة مستر مكان صار في شيء في الشوط؟ ما أدري والله شوفه وقف مرة واحدة حبل الجوكي فما أعرف إذا مقياس ولا لا يعني إحنا كنا نبي نقيس تشمغن وشبل الجزيرة مع مستر مكان يعني المرجع مالنا مستر مكان اليوم لو قبل السباق أي واحد تسأله مستر مكان وين مكان يقول لك يا أول يا ثاني إذا مثلا كانوا في ناس قبل الشوط حطوا أمال إيه هاي شيء صدمة حق النادي ترى صدمة حق عشاق الفروسية صدمة حق الصب العاديات صدمة حق الكل حصان بهالفورم ياي أول ركض هذا الران ماله وغلب إيزي غلب أوكي مو خل ذاك الكلاس بس الحصان ياي هاي ريتد 101 ياي وعقب الغالب صار 105 يركض هالركضة ألف علامة استفهام يعني فيه لا الحصان ما سابق يعني بس ما أدى اليوم أنا أقول في شغلة يمكن إحنا ليش نقول في ناس سووا على محمد حسن واو التراك من الاربعه فور لونج لاخر اثنين التراك مو عدل شو يعني مو عدل ما فهم وايد احفر فيه وراح ازيد الخيل ما تمشي عليه اذا حصان كانت في مشكله يمكن 1% يتاثر منه بس هي غلب علي على نفس التراك لو على التراك اللي داخلي بدايه الموسم غير الحين وايد يستهلك التراك ما اظن هذه بعد قد يكون عذر معقولة أخير يقولون عن مستر مكان إن انغلبناه وصار اليوم لو كان باي لاين موجود ما يغلبونه سجل هالمقابلة عندك وتذكرني باي لاين إذا تواجد لا شبل الجزيرة ولا غيره أنا بقول لك أكثر صريح اليوم أنا ما أدري ليش ألين سميث راح شال باي لاين واعتمد على مستر مكان ألين سميث اليوم كان ألف علامة استفهام عليه
يعني ما كان ما قرا شوط عادل قبل الريس. مهمنتو الصراحة مفاجأة مركز ثالث. لا صح الكلام، أنا جاي أعترف بالخطأ اللي قلته. قلت لي مهمنتو اليوم غير، اليوم غير فعلا. هالولد بركاته لازم الكاميرا عليه ترى. حط عليه الكاميرا يستاهل. الحمد لله. الحمد لله. بس مهمنتو ثالث. فالمفروض مكانه ثاني. المفروض مكانه والله مهمنتو لو تذكر في مقابل مقابلة محمد حسن قال انه شبه صاده وحطت الحصان او صاده ومشكله الحصان، والحمد لله اثبت الحصان ركض اليوم صراحه، ركض ركضه دخول قوي ومع خيل قويه يا المركز الثالث بينه وبين الثاني يعني اقل من نص طول، فصراحه شيء ينحسب حق الصبل العفو حق محمد حسن. انا ما قلت لك اذا هديتون شبل الجزيره بروحه هو بواصل يمكن هاي اللي صار. قلت اي انا وياك، وانا قلت له ما بخليه بسوي لي تشيسي، بس ما صار الخطه اللي احنا نبيها ما صارت. ميستار الحين شنو نقول عنه؟ ميستار ابدع اليوم، مو من قلبك والله جامر روحك، دبيت جامر روحك. ليش جامر روحي سيد؟ هاي ابدع رابع. اي رابع مغلوب طول 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 الثاني ذيك المره. اي انا الحين والرابع ثالث الخاسر، ثالث الخاسرين، انا الحين ثاني الخاسرين ورابع الخاسرين، بس الحمد لله خلي قدمت قدمت. ما قلت لك ما قدمت، مهمنتو الصراحه هو اللي عجبني اليوم، اللي عجبني اليوم. ثلاثة اسماء عارفينهم صح، بس الرابع ليفل بيتش يفترض كان موجود بس انسحب من قبل الطبيب البيطري للنادي. يقول لقيت هم اكس ريت. اوكي. سوينا له اكس ري ما عنده اي شيء. زين انا خسرت الشوط. وسويت اكس ري. اي سويت اكس ري وخسرت الشوط. انا اللي سؤالي من يحاسب الدكتور؟ من يحاسبه؟ يعني انا بكره لما يكون عندي اشكاليه ويا دكتور النادي من الجهه اللي الجا اليها عشان تحاسبه؟ بدل خالدي. بدل خالدي هذا زين. آه. لا خلاص يعني. انا بعتزل الامور السياسيه. لا يعني حتى قلت لا تدخلوني انا مالي شغل. لا اقول له يعني الشوط اربعة تروس. زين ليش تبي تخرب الشوط علي يعني؟ اي ما صعد ثلاثه بس يعني. يعني عيب انت اليوم في سبونسر وشوط بهالحجم انت قاعد تركض ثلاثه تروس فقط. يعني هذه مفروض شغلة يخليها في باله هو الدكتور بعد طالما هو he belongs to this place. انت قلت ان انت بتكون ثالث لان انكورج بيكون اول، رايان بور بيكون ثاني، منطقيا والأوردر بيكون ثالث. مفروض ان احنا ثالث الا اذا تغيرت مجريات الشوط بعد يعني ما تدري. Hannigan is asking Rayan Poor to join the party. They have got 400 metres left to go, and Encourage is going to have to work here. Encourage, tall order, is very game on the far side, and Rayan Poor staking a massive claim on the wide outside with 200 metres left to go. قاعد يحاول يجدد. It's Rayan Poor from the rallying Encourage. Rayan Poor in front. Encourage is coming back. Oh. Rayan Poor. Encourage has clawed his way to the wow. front. Wow! Encourage me! Wow! Encourage فوز متوقع بس اليوم كان بصعوبة. He just had a little bit of a setback in the week, so which meant he just missed a couple of days, a little foot injury, but nothing major. But just meant he just a little bit out of his routine, and that's all. But you know, he wasn't impressive today. Encourage هاي لا تكلم يعني هاي الحصان وايد أحبه أنا صراحة. Encourage يعني حصان يعني صعب يخسر في اللونج ديستنس، صعب حصان يسير يغلبه. اليوم يمكن البيس شوي كان بطيء ما ساعده، الحصان يحب يطلع قدام، تو الاوردر راح قدام خذ عنا الليد، ما قدر يسوي البيس حق روحه. بس بعد انا اقول لك على المجريات وعلى الظروف اللي صادته الحصان قدر يغلب في النهايه، وصل خط الفينش وهو غالب سواء كان بطول ولا نص طول. الكل توقعه 1 2 3 بالضبط، اللي فرق نفس ما قلت لك تو الاوردر قدم مستوى افضل اذا بنقيسها بالمستوى اللي قدمه سابقا وبالاطوال يعني. قدم مستوى زين، الحصان الحمد لله رجع، وإن شاء الله
الشوط الجاي اللي بيركضه بيكون افضل وافضل للشوط الجاي. والحمد لله ان الحصان رجع في الفورم ماله. اليوم باختصار المحمديه مولعين سلطان، يعني الف 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 مبروك على الخمس غلبات اليوم. أنا قلت لك إن الحملية مو جديد، يعني حملية on fire، فريق متكامل وفريق يستاهل. Yeah, that'd be nice. But like I say, my ultimate goal is the fate that His Highness Sheikh Sultan and his family put in me to ride all these horses. My ultimate goal is to repay them so they can be champion owner. And if I'm champion jockey, then so be it. الاستمارة كذي صعب 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 اي شعار ثاني ان يقدر على الجمالية. Kovacs Kid doesn't need any second invitation with 100 meters left to go. It's the Kovacs Kid who's on this winning roll. Neil Callan aboard the Kovacs Kid. دارك شادو حكاية ثانية، دارك شادو يعني فاجئ الكل في النادي، ما في حد كان متوقع دارك شادو اليوم يفوز. Dark Shadow watching him again by fighter pilot T-Dark going towards the finish. It is Dark Shadow and Hexagram. يعني انت فريق يغلب خمس سباقات مرتين في موسم واحد، الحين ما خلص الموسم، حط في بالك مو شيء سهل. Yeah, look, the team are really coming. They're really warming up now. قلت لكم في البداية سنة جديدة والطموح فيها غير والحلم فيها أكبر، بس عشان نحقق أحلامنا لازم نجتهد أكثر. في النهايات ليست إلا بدايات، ولكل سباق بداية أخرى عند أهل الخير.